شهد حفل توزيع الجوائز الأشهر في عالم الموسيقى والغناء الجرامي توقفا بسبب احتجاجات بالآلاف أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقى مهدد بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.